تشالبي. إذا أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة، في قصة جد مؤثرة متابعينا الكرام ديال ابتسام. ابتسام مثال للمرأة المغربية اللي كتكافح وكتناضل على لقمة العيش. بطبيعة الحال هي عندها ثلاثة ديال الوليدات خدامة عليهم، كتقاتل عليهم، كتخرج تغسل يعني السيارات في الباركينج. ساعدوها أبناء الحي قالوا لها يلا تخدمي معنا في الباركينج مرحبا، وفي اطار يعني الدعم ليها كيشوفوها في اللحومه كتبقى بلا خدمه عندها وليدات، فقرروا لانهم يعطيوها الباركينغ تبقى تغسل فيه السيارات. وصراحه بكل صدق القصه ديالها متابعينا جد مؤثره. قلت المراه اللي كتكافح على لقمه العيش كيفاش دايره القصه ديالها، كيفاش عاشت، كيفاش اختارت لانها كاول امراه لربما مغربيه هنا في مدينه فاس كتغسل السيارات في الباركينغ، كيفاش عايشه، كيفاش كيعاملوها الساكنه ديال فاس، كيفاش لربما كتقدر توفر القوت اليومي ديالها. كلشي هادشي غادي نشوفوه مع ابتسام متابعينا مشاهدينا الكرام بعد لحظات في حوار يعني صراحه كما كتشاهدوا ماشي ساهل باش لانها تخرج يعني وتخدم هكا وتصور يعني لقمه العيش ديالها. فكما كتشاهدوا ابتسام لا زالت تكافح، وطبيعه الحياه والدنيا كتقتضي منا لاننا نكافحوا على وليداتنا. السلام عليكم ابتسام. بخير اختي. لاباس الحمد لله. كنوقفوك واحد الشيء على العمل ديالك. ماشي مشكل. قربي عندك الميكرو اختي. اهلا السلام عليكم. ابتسام انت كربما اول امراه هنا في مدينه فاس كتغسل السيارات وكتكافح على وليداتها، كيفاش جاتك الفكره لانك تشوفي هذا العمل في غسل السيارات؟ بغيت نقضي حاجه ما نبقاش جالسه، عندي ثلاثه الوليدات خصني نخدم عليهم، ما عنديش الاب ديالهم. ايوا ولاد الحومه الله يجازيهم بخير ساعدوني وخدموني، حيت قلبت على خدمه بزاف وما لقيتهاش. ولا ما خدمتش ما يمكنليش ناكل. شحال عندك ديال الوليدات انت؟ عندي وليد عنده 18 عام كيقرا، مازالو عامين ويشد ليا الباك ان شاء الله. وعندي وليد عنده 5 سنين ونص، وعندي بنيه عندها 4 سنين. فوقاش كتجي لهنا الباركينغ؟ كنجي اسيدي بديك 8 ونص وكنمشي بحالي بديك 7 ونص. شحال تقريبا هكا يعني ديال الوقت انت كتشتغلي في هاد الدومين؟ يعني من هادي تقريبا شي شهر. شي شهر باش تجي. شحال لاج ديالهم؟ شحال عمرهم وليدات؟ الوليد عنده 18، وليد عنده 5 سنين ونص، وبنيه عندها 4 سنين. ابتسام بكل صدق كيفاش كيعاملوك الساكنه ديال فاس هنا ملي كيجيو يخليوك السيارات ديالهم تغسلهم؟ الله يعمر راسها، ظريفين الناس كلهم معايا. نعم. وكيتعاونوا معايا الله يجازيهم بخير. نعم. اكثر هي الدراري ديال البارك، ناس طيبين مزيان. نعم. ولاد الحومه ديالي الله يعمر راسها هما اللي لقاو لي هاد الخدمه هادي باش نتعاون على الوليدات، باش ما نبقاش بلاش. ولا ما خدمتيش في هذا الزمان ما كاينش اللي يعطيك، خصك ضروري تكافحي. ايوا شنو هي القصه ديال ابتسام؟ الحياه ديال ابتسام كيفاش عاش ابتسام؟ كيفاش قصه طويله يعني. قصه طويله وحديث طويل، عانيت معاناه بزاف، ولا مالك الحمد كل شيء كيدوز الله. نعم.
كلشي كي ما بعداش حتى غير الفراج، اللهم لك الحمد. كلشي كدوز والله. كنت كنخدم في البيوت، كنت كنديباني، كنبيع ونشري، كندير اي حاجه. نعم. باش نوكل الوليدات، حيت ما عنديش الاب ديالهم اللي يخدم عليا. مني اب، مني ام، مني كلشي. واخا الاب لربما كان ظروف شخصيه خلات، كان فرق ما بينكم وما بين الاب؟ شحال هادي انا يعني من صغري مرا عازبة، كافحت من صغري بديت من الزيرو. من صغرك ما كاينش الاب ديال الدراري؟ ما كاينش؟ لا. فهمتك اختي. واخا ما كنتش عارف هذه المعلومه لربما في الاول، كيفاش عايشه المراه العازبه في ظل هذا المجتمع المغربي اللي بطبيعه الحال راكي عارفه النظره ديال المجتمع؟ الحمد لله مزيان. واخا كيفاش عشتي لربما حياتك وانت كامراه عازبه؟ يعني قصيت ولقيت اللي يوقف معايا، ولقيت ولاد الناس، ولقيت بنات الناس، ولقيت الناس ديال الطلعه وقفوا معايا، الله يكثر خيرهم، وقفوا معايا من الاتازي. نعم. وقفوا معايا من الزيرو وكيتسلاو فيا، وقفوا معايا وما خلاو ما داروا لي الصراحه. الله اللهم لك الحمد. انا غنرجع لعندك في الحوار، غنوصلوا معك، خليك تخصص السياره. اذا المتابعين كتشوفوا ابتسام خديناها في تصريح مثير قبل قليل، حكات على الحياه ديالها، كيفاش قاتلات مع الزمان، كيفاش وليداتها بطبيعه الحال كتخرج كتجيبهم لقمه العيش. كتشوفوا المتابعين الكرام كيعاونوها اولاد الحي ديالها بطبيعه الحال. دوز. السلام عليكم. الاخت ابتسام ختنا الكبيره، وتنتساعدوا معها هنايا في هذا الباركينغ هذا. ما عندها لاش تبقى جالسه، وعندها ثلاثه الوليدات مسكينه وكتكافح عليهم. والاخت ابتسام مراه ظريفه ولي عمرها سلعه، وهي قليل مراه بحال هذه غتخرج وغتغسل الطنوبيلات وغتكافح. هي مسكينه ملي كتجي في 8:30 الصباح حتى 7:30 العشيه عاد تطلق سيربيسها، ولي عمرها سلعه هذه المراه. مراه في شكل، وهي كتكافح على هذ الوليدات، وهي صابره عليهم، وعندها وليد تبارك الله تيقرا هذا العام في السيزيام، وهي مكافحة معاه. واحد الوليد عثمان تا هو اللي عمر راس لعا مربي احسن تربية. وتنشكرو قناة شوف تي في. راجل خويا النهار اللي جات لعندكم لربما جات طلبات الخدمة هنا معاكم ياك؟ لا، حنايا كانت جالسة في القهوة، جينا قلنا لها ابتسام شنو واش تبغي تخدمي واحد الخدمة شنو؟ قالت لك خوت انا مرحبا. قلنا لها انت يا بنت حومت، انت هي الاولى تجي تخدمي معانا. قالت لك حتى هي ما ساعدت الامور. قالت لك نجي نخدم. قلنا لها مرحبا اختي ابتسام، ساعدنا معها، جبنا لها كل شيء، قلنا لها انت هي وريناها كي دير تتعامل مع الناس، كي دير تغسل الطنوبيلات، كي دير بزاف د الحوايج. حنا واقفين معها تيسهل عليها الله. شكرا خويا العزيز. شكرا. لا شكرا على وجهك. اجي خويا العزيز هنا، قرب عندك الميكرو مزيان. السلام عليكم. تحياتي سميتي رضوان. ملي كنت صغير تمشي خليك السلام عليكم. تفضل خويا. السلام عليكم. تحياتي، انا سميتي رضوان فاس، انا مرشد سياحي. هاد الانسان هادي تنعرفها ملي كنت صغير، قبل ما تجوج عارفها، وتجوجات ودات الوليدات وراجلها مات، ومسكينه الناس ديال البارك عيطوا لها، عزوا عليها، وليا يتيمه وما عندهاش مسكينه با وما، والناس هادو حنوا عليها والبراتي يشوف. الحمد لله فات الكرامه والشرفه ومزيانين الحمد لله، والله ما كحال الناس يديروا مع الاجر. كيفاش دايره الاخلاق ديالها هي؟ كيفاش كتقاتل على وليداتها؟ مسكينه تعرفها ترونكيل، ظريفه، غزيوله، الحمد لله كلشي تيبغيها مسكينه. شكرا خويا العزيز. مرحبا. شكرا. اذا المتابعين سمعتوا شهادات في حق ابتسام. ابتسام هكا كتخدم بطبيعه الحال، كتقاتل على الزمان كما كنقولوا سمعتوا، في ظل هذا البرد اللي كاين ماشي سهل، باش لانك تغسل السيارات تجيب الماء بارد وتغسل السيارات بهذه الطريقه، فماشي سهل. ولكن هي كدير هادشي على ولادها بطبيعه الحال، كتقاتل على وليداتها،
وكتقاتل على الزمان والوقت بغات على انك تخرج تجيب لقمه العيش ديالك وتقاتل على الزمان بطبيعه الحال. انتم كتشاهدوا معنا متابعينا دائما معكم كنحاولوا نقربكم من العمل ديال الابتسام كاول امراه هنا في مدينه فاس كتقاتل وكتخرج تغسل السيارات باش تحصل على لقمه العيش ديالها. ابتسام هاك اختي ابتسام سمحي لنا وقفناك شويه على العمل ديالك. ماشي مشكل. قولي للناس اللي ممكن لانهم يساعدوك من خلال هذا البث المباشر الرساله ديالك اللي توجهها لنا. قربي عندك الميكرو مزيان بغيت هاد الشي خديمه باش نخدم تكون زوينه ونستقر فيها. عندك الميكرو هضري بصوت مرتفع تفضلي اختي. غوتي هضري عادي اختي ابتسام خويا ما كاين حتى حاجه كل شيء. شوف ابتسام شنو بغيتي من الساده المتبعين الاوفياء شنو تقولي لهم؟ يدعيو غير معايا. نعم يدعيو معايا ربي يعاوني على وليداتي صافي. واخا قولي الرقم ديالك ابتسام شحال الرقم ديالك؟ الرقم ديالي 06 74 77 36. انا الهدف ديالي انني نقري ولاداتي ونربيهم. ما بغيتهمش نطلعهم. بغيتهم يقراو ويكافحوا ويلقاو كل شيء. شحال عمره؟ عنده 18. 18 فين كيقرا؟ كيقرا في باقي له عام ويشد لي الباك. تبارك الله الله يخليك. باقي له عام ويشد. الله يعطيك الصحة اختي شغنقول لك. ربي يخليك اخويا. هي راه قضية قاصحة. كيجي البرد والشتا. كيجي البرد والشتا وهذا واخا هكا كنكافحوا وكنخدموا وكنقولوا ماشي مشكل حيت الا ما خدمتيش ما كاينش اللي يعطيك اخويا. نعم. حيت الا ما كافحتيش ولا ما خدمتيش ولا حتى شكون اللي يوكل لك وليداتك وشكون اللي يبر بك شكون اللي يكون بك. هادشي اللي كاين اخويا ضروري بنادم خصو يخدم ويتحرك شوية. شكرا اختي كنتمنى لك التوفيق. ربي يخليك اخويا. مرحبا.